بيلا. امراه ريفيه استه حضرت رفقه الكثيرين لتلقي تكوين خاص بحرفه تقليم اشجار الحمضيات يعني ملكيه خاصه وعندنا اشجار ان شاء الله احنا حبينا احنا نخدموا الجنان تاعنا بيدنا يعني تكون ثقه 100% ونتعلموا او ميم تو انا مرا صافي بليزير نخدم الجنان تاعي انا بيدي خوازا وانا نقرا اغونومي ما كنت نعرفها حتى عفسه كيفاش تلقميش تلقميها كيفاش دير دي لها لاطاي تحت ترجعيها جوغ مليحه باسكو كاين حفايس بزاف يطيحوا كيما هذوك اللي طايحين هكا كون انت ما تنحيهمش يعاودوا يطيحوا ويجبدوا لك لي غافاجور من تحتها من التراب من لو سول كامل الدوره التكوينيه هذه ضمت 300 فرد منهم الفلاحون واصحاب المشاريع ونساء الريف بالاضافه الى طلبه المشاريع. المعاهد الفلاحية. مثل هذه التكوينات ستوفر اليد العاملة المختصة للاهتمام الأمثل بهذا النوع من المزروعات.